ثم يتم الإعلان أول بروجرام حفنا السير بقيادة شهريار الموسيقى العربية بالآلة الدقلية وبالآلة الغربية أخويا العالمي نجم مصر كابوس كريم نعوس. هيشاركنا على الساحة الفنية نجمة الإذاعة والتلفزيون، نجمة قناة مزيكا، نجمة قناة شعبيات. لما تبقى على الحديدة وما بتعملش حاجة مفيدة، فكر تعمل حاجة جديدة واحسبها صح. هيشاركنا على الساحة الفنية نجمة مصر بكل فخر النجمة الفنانة دنيا الألفي. عارفين ان انتوا فرحانين، بس ساعدونا على النظام طيبين. ابو سادي اخواتي الكبار شربين بلاتنا عرض الابطال. لا السعودية ولا الامارات، اولاد الشيخ بتوع بيت حلو دنيا الألفي. على هادي كده فيه زي ما انت، بس بالراحة كده، بالراحة كده، بالراحة وزي ما انت كده. يا جدعان المنظر ده كده مش نافع رجالة، انت لو فرح عظام، انما المنظر ده كده رجالة مش نافع. ولا انت هتاخد حقك، ولا زميلك اللي قاعد على الكرسي برضه هياخد حقه. العريس زعلان اهو، اللي بينزل الناس ينزل تحت رجالة. معلش معلش اخويا استحملنا، ايوه استحملونا، معلش معلش. من غير ما تقول يابا في المايك انا بقول اهو، على هدوء خالص يا كيم، انا بقول اهو، انا بقول اهو. قلب اخوك الراجل الجدع ينزل تحت يا جدعان، وبالصلاة على النبي كلها يا جدعان. الحمد لله بالسلامة نجمة مصر دنيا الألفي، وخمسة علينا عشان احنا جينا، وخمسة في عينك يلا ما تصلي على النبي يا بيسو. مليون مبروك لأحلى عروسة وأحلى عريس. اتنين تعالي هنا، هيجنني ده هيجنني، كل ما قرب يبعد عني. 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 الحلو ماشي ولا همه يبعدني لو اقرب منه. كلمة محدش مالي عينه، سحر جماله اضرب يا كريم.
وعلى الاصل دور وارفع ايدك فوق اخويا. وارجع تاني واقول